وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة. الجلسة العامة شهدت كذلك الموافقة نهائيا على 3 مشاريع قوانين تخص البحث عن البترول واستغلاله. جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمواصلة مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وشهدت الجلسة الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لعام 2005 على أن يؤجل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة. كما تمت الموافقة نهائيا على 3 مشاريع قوانين تخص البحث عن البترول واستغلاله في مناطق شرق بير النص وجنوب رأس قطارة ببرج العرب في الصحراء الغربية. بالنسبة للاتفاقات الثلاثة سيادة الرئيس، هي في منتهى الأهمية خاصة في ظل هذه الظروف. الاتفاقات الثلاثة من أهمها تقليل اعتماد الدولة على الاستيراد، ودي حاجة مهمة جدا تقليل الضغط على النقد الأجنبي اللي فيه أزمة في العالم كله بعد الحرب الروسية الأوكرانية. عايز أقول إن الاستراتيجية اللي بتتهيجها وزارة البترول خلال السنوات الماضية حققت نتائج ملموسة جدا في موضوع التنقيب عن البترول، سواء باكتشافات جديدة أو بالتنمية الحقول اللي تم اكتشافها من قبل لزيادة الطاقة وزيادة قدرتها على الإنتاج. كما أحال المجلس خلال الجلسة مشروع تعديل قانون مقدم من الحكومة بشأن محطة الحاويات الثانية تحيا مصر واحد بميناء دمياط، ومشروع قانون مقدم من عدد من الأعضاء بتعديل أحكام قانون مكافحة المخدرات، وذلك إلى اللجان المشتركة لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما. وخلال الجلسة تمت إحالة 17 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات. وهكذا يواصل مجلس النواب مهامه وأداء دوره الرقابي والنيابي لصالح الدولة والمجتمع.